هذا الاستهداف سيبقى عارا لاصقا بوطننا مجسدا لمرحله. احنا بالنسبه لهذه الزياده الاخيره راجعوا الموقع ديالنا، راه فيه البيان صدرناه البارح. هذا البيان كنقولوا فيه بان اولا تنكرت الالتزامات الحكوميه السابقه والاتفاقات السابقه، كانت حوارات اجتماعيه سابقه وفيها مجموعه من الالتزامات وفيها مجموعه من الوعود الحكومات السابقه ما قامتش بها، هي خصها اول حاجه ديرها بعدا تلتزم بهذوك الاتفاقات السابقه. اين هو احداث الدرجه الجديده؟ اين هو الموضوع ديال القضيه ديال الناس اللي كيفقدوا الشغل، التعويض ديال الناس اللي كيفقدوا الشغل؟ اين هو القضيه ديال توحيد الانظمه الاساسيه بالنسبه للموظفين؟ واحد مجموعه الالتزامات كانت في اتفاقات سابقه من 2011 الى اخره، كان خصها بعدا تبدا. المساله الثانيه، هذا الاتفاق اللي جاء دابا كنعتبره جاء متاخر. اليوم كاين اجاز على القدره الشرائيه ديال المواطنين، كاين الغلاء الاسعار كتعرفوا، هذه المحروقات المواد الاساسيه الى اخره، وبالتالي كان خاص الحكومه دير شي اجراءات اللي تكافئ هذا الغلاء ديال الاسعار. ودابا من بعد سنتين ونصف عاد جات بغات تزيد 500 درهم 2024 والكماله ديالها 2025. بالنسبه للقطاع الخاص 25 26 كنعتبروا بان هذا اجراء، وان كان هو مكسب، هذا حق مكسب المواطن ديال الزياده كنتمنوه، ولكن في نفس الوقت غير كافي لانه لن يعالج هذا الارتفاع الصاروخي ديال الاسعار. قلنا كذلك لا يمكن، النقطه الثالثه، لا يمكن ان نفرط نحن كاتحاد الوطني للشغل المغربي في المكتسبات ديال التقاعد وفي المكتسبات ديال الحق في الشغل، ما يمكن لناش نفرطوا فيه، وما يمكن لناش نفرطوا كذلك في المكتسبات السابقه اللي كنتكلموا عليها ديال يعني ديال الشغيله. وبالمناسبه حتى هذه الزياده الان ما كتهمش المتقاعدين، فئات كبيره باش المتقاعدين ما تضروش من هذه الزياده ديال الاسعار، وما كتهمش كذلك حتى بعض الفئات الاخرى اللي ما زادوهمش يعني في الانظمه الاساسيه. وبالتالي حنا كنعتبروا هاد لا بغينا نقولوا غير هذا الاتفاق غير كافي، وهذه الزياده كنعتبروها غير كافيه لان فيه تاخر وخاص محتاجه لاجراءات اخرى اللي خصها تقوم بها الحكومه. كما قلنا من قبيل راه تكلمنا في فاتح خصها تنوض تسقف الاسعار ديال المحروقات، تنوض تسقف الاسعار ديال المواد الغذائيه، تنوض تسقف الاسعار ديال المواد الاساسيه، تنوض تسقف مجموعه من الاسعار باش المواطن يقدر يتغلب على هذا يعني على هذا الغلاء ديال الاسعار. بان الحكومه العدد 100 ما قامش حتى زياده، لكن اليوم الحكومه ملي دارت زياده كتنتقدوا. لا بلاتي، لا دابا شوف دابا هذاك الشيء خصك تسول عبد الله بن كيران، ولكن لا ماشي مشكل، لا ولكن كان انا قبل كانت زيادات، لان الزياده اللي دارها 2011 اللي وقع عليها عباس الفاسي من اللي كان الرابع العربي 20 فبراير، شحال وقع الزياده؟ عقلتي انا نقول شكون اللي نفذها؟ هو وقع وشا بحاله، شكون اللي نفذها؟ حكومة بن كيران ولا لا؟ ايه اذا ما قلناش ما كانش زياده 600 درهم هي كانت سعد الدين العثماني حتى هو كانت فيه اتفاق وكان فيه زياده ديال 2019. اذا ما قلناش ما كانش زيادات الحكومه، لا كانت زيادات، ولكن حنا كنتكلموا دابا الان زيادات في واحد السياق، ما كانش الاسعار بحال هذه. واش الاسعار كانت غاليه في عهد بن كيران ولا في عهد سعد الدين العثماني؟ دابا راه الدوبلات الاثمنه، وكان بعض الاثمنه اللي ضربت في ثلاثه، كان بعض الاثمنه اللي ضربت في اربعه. إذا راه سياق آخر هذا، ماشي كنتكلموا على السياق، وبالتالي حنا شنو كنتكلموا؟ ماشي كنتكلموا على الزيادة، كنتكلموا خاص مبادرات باش نقصوا من الأسعار ونسقفوا الأسعار، هذا هو الأساس. الزيادة لم تشمل يعني القطاع العام بشكل على غير القطاع الخاص، واش كتشوفوا أن هي امتصاص الغضب يعني بعد الطبقة الشغيلة معينة والطبقة الأخرى يعني اللي كتشاف في القطاع الخاص، يعني لا شأن لها في الزيادة هذه؟ كيفاش؟ علاش كتصنفوا على الزيادة أن استفدت فيها أو في أن؟ لا نقول لك دابا المتقاعدين ما استفدوش، واحد المجموعة ديال الموظفين ما يستفدوش، واحد المجموعة ديال الناس اللي في القطاع الخاص ما يستفدوش، لأن القطاع الخاص غيستافدوا على السميك اللي زادوهم لحد الآن، السميك والسماك، أما فوق السميك والسماك ما يستافدش من الزيادة، غيستافد من الزيادة اللي عنده فوق 6000 درهم في ليير في الضريبة اللي غتنخفض، أما العموم ما يستافدوش. ديروا المظاهرات، خرجوا في المظاهرات العشرات ديال الآلاف اللي ما قدرتوش تخرجوا الملايين، ماشي مظاهرة فيها 300 ولا 400 ديال الناس. ديروا المظاهرات، عطيو الفلوس. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.